عزيزتي سلمت ماما. مساء الخير. دي الفترة الكل بيدور على وصفات سهلة وسريعة بمناسبة العودة للمدارس، سواء لفطور أو غداء أو عشاء. راح نعمل اليوم وصفة مرة تجنن برعاية السنبلة. راح نستخدم فيها خضروات مشكلة من السنبلة وعجينة متعددة الاستخدام من السنبلة، واللي بتتميز فيها الخضار بأنها بدون مواد حافظة، غير معدلة وراثيا، غنية بفيتامين ألف ومعبأة في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة لعجينة متعددة الاستخدام فهي جاهزة للخبز، غير معدلة وراثيا، بدون نكهات اصطناعية، وصنعت في المملكة العربية السعودية. راح نعمل مع بعض اليوم برعاية السنبلة رولات اللحمة بالخضار. الطريقة مرة سهلة، خلينا نشوف مع بعض المقادير. راح نحتاج للحمة مفرومة، بصل مفروم، عصير طماطم، بهارات عبارة عن فلفل أسود، بابريكا، كزبرة ناشفة، كمون وملح، معجون طماطم، طبعا بالإضافة لخضروات مشكلة من السنبلة، وعجينة متعددة الاستخدام جاهزة للخبز برضو من السنبلة. راح نعمل مع بعض اليوم برعاية السنبلة رولات اللحمة بالخضار. الطريقة مرة سهلة، خلينا نشوف مع بعض المقادير. راح نحتاج للحمة مفرومة، بصل مفروم، عصير طماطم، بهارات عبارة عن فلفل أسود، بابريكا، كزبرة ناشفة، كمون وملح، معجون طماطم، طبعا بالإضافة لخضروات مشكلة من السنبلة، وعجينة متعددة الاستخدام جاهزة للخبز برضو من السنبلة. راح نبدأ نجهز الحشوة. يلا بسم الله. راح أضيف زيت ونضيف اللحمة المفرومة. نضيف البصل. وأضيف عصير الطماطم ومعجون الطماطم. أضيف بعدها شوية فلفل أسود، بابريكا، كزبرة ناشفة، كمون والملح. ونضيف بعدها خضروات السنبلة. راح أضيف شوية موية، ما أكثر، شوية مرة. راح أغطي عليها من 7 لـ9 دقائق بالكثير وهي مستوية، بس أرخي النار مرة على الهادي وأخليها. بعد 9 دقائق بالتمام الحشوة صارت جاهزة. المرقة تكون نشفت خلاص تماما زي كنا، والخضار مستوية واللحمة مستوية ولا ألذ من كنا. راح أحطها في صحن وأتركها تبرد، حصفيها كده من الزيت. بعد ما بردت الحشوة حنبدأ نحشي عجينة السنبلة المتعددة الاستخدام. شوفوا بتجيكم كل واحدة، كل قطعة مغلفة بدي الطريقة الحال. راح أفرد العجينة بشوية دقيق، راح أحط الحشوة في النص بدي الطريقة. وألفها رول، بس مو من دي الناحية، لا من هذه الناحية. تمام، بدي الطريقة. بعدين أقطعها بالنص
وأصفها في صينية مدهونة جنب بعض زي كنا. هذه صينية مدهونة صفيت فيها رولات اللحمة المفرومة بالخضار، وراح أكمل باقي الكمية وأرجع لكم. فردت وحشيت الكمية كلها، راح أدهنها بشوية بيض بس كده الأطراف دي الطريقة. كده الصينية صارت جاهزة للخبز. من بداية ما بديت أشتغل في العجينة أنا قريت التعليمات واتبعت التعليمات المكتوبة، حتى كمان كاتبين لكم درجة الحرارة اللي تخبزوها تخبز العجينة فيها 180 درجة من 10 إلى 15 دقيقة، والمعجنات راح تكون جاهزة. يلا بسم الله على الفرن. وهذه صينيتنا بعد ما طلعت من الفرن، ما شاء الله العجينة اتنفشت وتحمرت واستوت، باقي بس نزينها بالصوصات. راح أزينها بصوص الرنش، وهنا عندي تتبيلة فرنسية، أزينها بالبقدونس. في الأخير الزينة دائما نقول حسب رغبتكم. وبكده صينيتنا صارت جاهزة، أحلى صينية رولات مع منتجات السنبلة، خضروات وعجينة السنبلة.